أوضح الحكم التركي السابق دينيز جوبان مدى صحة قرار طرد مصطفى محمد في مباراة جلطة سراي وأنكارا جوجو. في بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. مرحبا بكم من جديد على قناة أخبار توب. جلطة سراي سقط بهدفين مقابل هدف خارج قواعده على ملعب أنكارا إريامان ستاديوم ضمن لقاءات الجولة 28 من الدوري التركي. المباراة شهدت مشاركة مصطفى محمد كأساسي من البداية ولكن لم يكملها، حيث حصل على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 57 غادر على أثرها الملعب. مصطفى محمد تم طرده بسبب استخدام مرفقه في إحدى الكرات الهوائية، حيث كان يتسلم الكرة وتعدى بمرفقه على وجه إبراهيم أكتا ليحصل على بطاقة حمراء مباشرة. وقال جوبان عندما سئل عن الأمر حصول مصطفى محمد على بطاقة حمراء أمر مبالغ فيه للغاية، وأضاف في تصريحات نشرتها شبكة يني سافاك سبور التركية: مصطفى محمد ارتكب خطأ ولكن كان يستحق الحصول على بطاقة صفراء. وفي النهاية إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير.